شو منولة؟ نحن دائما ختامها مسك مع تماما. الصوت الجميل الرائع، وانا اليوم الصبية اللي موجودة معنا ما فيني احكي الكلام مثل ما بيقولوا، لا بنعطيها الكلام لإله صحيح، ولكن حاولنا نروح لفاصل بالاول وبنرجع راجعين. ما شاء الله عليكي، بدي اخذ الوصف اللي بتوصفك يا منال بحلقه المحل لمة العيد اسمها هان الصغيره، صح؟ صح. رقيه مهنا، اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. شكرا. اهلا وسهلا فيكي يا رقيه، اهلا وسهلا فيك استاذ غزوان، يسعد صباحكم. صباح المشاهدين. اهلا وسهلا فيكم. هلا نحن ما رح نحكي كثير، حابين نسمع، حابين نستغل وجود رقيه معنا لليوم. بس بدي اقول رقيه، نحن نجحنا على صف شو؟ الثامن. الثامن. حلو، بالتوفيق. هلا البنات نحن ما بنوقفهم فتره غناء مثل الشباب، ما صوتهم بالعكس صوتها بيكبر كل ما كبرت، غير الصبيان نوقفهم فتره ليكتمل نضوجهم. تماما تماما. لكن لهي بهالمرحله تستمر. تماما تماما. عم نضيف شيء لرقيه هلا حاليا ولا لا؟ نحن مش يعني العزف. هي رح تعزف. تمام. يا سلام. طبعا وانا بحب مع الغناء.
يا سلام. فانا بحب اقول انه جوده الكاميرا على قناه اوغريت بنحطها على صفحاتنا على صفحات اوغريت بتكون بمعظم الاحيان او بكثير من الاحيان بصوت رقيه. رقيه مهنا عم نسمعها على صفحاتنا بجوله الكاميرا على اللقطات من مدينه اللاذقيه الرائعه، بتكون بهيدا الصوت الرائع من محافظه اللاذقيه رقيه. تماما تماما. رقيه نوجه تحيه لامها لرقيه، انا ما بدي انساها المدام زهره، تحيه كثير كبيره لك، مرحبا، انت دائما موجوده معنا بالكواليس ومع رقيه وين ما تواجدي. تماما. بمسك لك المايك رقيه. تفضلي. يلا تفضلي. رح غني لهجر قصرك. تفضلي. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعد لاهلي بعد ما دقت الدهر. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعد لاهلي بعد ما دقت القهر. وانسى مدينة لو ارضها من تبر. وانسى مدينة لو ارضها من تبر. اي والله لا تغريني بورد ولولو حلا وانا من صغري مترعرع بالفلا. لا تغريني بورد ولولو حلا وانا من صغري مترعرع بالفلا. وراضية بعشتي لو كانت عيشة فكر. وراضية بعشتي لو كانت عيشة فكر. اي والله لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعود لاهلي بعد ما دقت القهر. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعود لاهلي بعد ما دقت القهر. وانسى مدينة لو ارضها من تبر. وانسى مدينة لو ارضها من تبر. اي والله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا رقيه. مايسترو غزوان العبدو ماسك لك المايك. وعطاها العود. عطاها العود قد ايه المايسترو صعب يعطي. يعني هي المفاجأة كانت اليوم انه يعطي المايسترو عوده فعلا لطالبه. قد ايه قد ايه هيك لحتى بس تنويه انه نحن كنا حطينا الستاند بس هو عملنا اياها مفاجأة. عملنا اياها مفاجأة تماما تماما. بفرح فيهم جد، بفرح فيهم من كل قلبي، يمكن ببين بعيوني وانا بطلع بقلابي. كلياتهم بوجه لهم تحيه، كلهم بحبهم كلياتهم. كلهم مميزين الحمد لله رب العالمين. ورقيه هيك كمان الى وجودك استاذ يعني الرعايه اللي عم تعطيهم يغني. طبعا هن عم بيعزفوا يغنوا، بتذكر المراحل الاولى التاسيس كيف سكي هون. لا استاذ ما فيني عم بعزف، ما فيني اغني، لا بدك تغني، لا كذا، ليوصلوا لمرحله. هاي رسالتنا. حلو، شو بدنا نسمع لسه؟ رجعي لي العود. لا عم نظبط الاغاني انا وياها، استاذ بعزف هاي انا بس ما خليتي لي شيء يعني. هي بتعزفهم كلهم حقيقة. اه حلو. اي برنامج اي اغنية بتعزفهم كلهم، بس مشان يكون لي دور معها. دورك دائما مهم، لولاك ما كان وصلوا لهون اكيد. حول يا غنام. حول يا غنام. شوفت زين حول يا غنام.
تيجي يا أخت الغربان واسمك قلبي في قلبك بجاه الرحمن تحظي فيه ويحظى فيكي وتعيشوا بأمان الله يصبر قلب العاشق يا أخت الغربان. شو هالصوت؟ خدي نفس؟ شو هالنعم؟ بدك تشربي مي؟ بدك تشربي مي؟ تفضلي. معلي بس تفضلي. متعبناكي نحن اليوم، ما حكينا وخلينا الصوت معك، فأكيد هيك بتتعب الحبال الصوتية هيك أكثر. بدها ترجع تعزف لنا هي كمان. بترجع تعزف لنا هي؟ هلا نحن رح نختم معكم بآخر أغنية، بتحب تعزف أنت ولا هي؟ لا آخر أغنية ماتها أنا. تمام. ما بعرف نحن فينا نسمع، فينا نسمع مقطع صغير قبل؟ معنا وقت خلينا نسمع. أوكي يلا اعزفي لنا. لا ايه تعزف لنا هي عفوا. ايه تمام هي والاستاذ. يلا تمام الاستاذ غزوان بدنا نعزبك مره ثانيه. شكرا على المفاجاه، دائما كل ثلاثه عندها هيك مفاجاه. تفضل. بس لقيتك والدنيا لي قلتي لي مخطوبه يا ليل ما بعدك ليل يا ناعس مهدوبه لقيتك والدنيا لي قلتي لي مخطوبه يا ليل ما بعدك ليل يا ناعس بهدوبي يا دربك ويا خرسارني بجراسك رني غربوني عيون السود ورموني بالتمني يا دربك ويا خرسارني بجراسك رني غربوني عيون السود ورموني بالتمني غربوني عيون السود ورموني لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعدك ليل يا ناعس بهدوبة. ما شاء الله عليك يا الصوت. ما شاء الله دوري. جدا جميلة. صحيح. أول مرة بتغنيها رقية معنا. يعني يعطيكم ألف عافية. إحنا دائما ما بنكرر الأغاني. أي أغنية بتغنيها رقية ما بنرجع بنكررها. يعني يعطيكم ألف عافية. ختام مسك رح يكون معكم أكيد. بدنا نتشكرك المايسترو دائما هيك عم مفاجآت عم تجيب لنا إياهم أطفال موهوبين. شكرا لحضرتك. رقية شكرا لك كثير. شكرا. يعني صوت بالفعل ما شاء الله عليكي. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله يا رب. بكرة رقية دائما بنقول كلمة إنه بس توصلي بكرة على المسرح العالمي إنه إن شاء الله بإذن الله رح تكوني موجودة لأنك بتستحقي وبتستاهلي وصوتك أكيد بيستحق. قولي إنك طلعتي معنا باللقاء. تماما. قولي إنه أسمهان الصغيرة للقب منال قالت لك إياها. بتستاهلي فعلا. إن شاء الله يا رب بنشوفك محل ما بتتمنى الماما اللي معك دائما موجودة هي رح تذكرك بكرة. رقية بالتوفيق الدائم حبيبي. شكرا لك ولوجودك معنا. استاذ غزوان انت من اهل البيت يعني. صحيح. دائما انت فعلا موجود معنا ومع هاي المواهب وان شاء الله يا رب لقدام لسه نحن من واجبنا نضوي عليهم ونحن بنشكرك فعلا انك انت عم تكون دائما عم تلبينا. يعني انا بمجرد اني حكيت معك بقول لك عنا حلقه بتقول لي خلص الامور تمام. شكرا كثير لك لوجودك معنا. تفضل. اللي ظلمت الحب قلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب اما الحب يا روح علي يا روح علي في الدنيا ما فيش ابدا ابدا احلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا ما فيش شموع
سلام على حلاوتها، يا سلام يا سلام يا سلام الدنيا وحلاوتها في عين العشاق، يا سلام يا سلام على حلاوتها، يا سلام يا سلام. وانا خدني الحب لقيتني بحب، بحب ودوب في حب، وانا خدني الحب لقيتني بحب، لقيتني بحب ودوب في حب.